فيديو جديد ومعلومة جديدة وخبر جديد من قناة ناس ايجيبت. في البداية ما تنساش تضغط اشتراك في القناة من العلامة الحمراء اسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. تختلف اسماء الشهور بين دول العالم. يتبع العرب منذ القديم التقويم القمري، وجعل المسلمون الاوائل السنة الهجرية سنة قمرية. حدث هذا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب الذي امر بالتاريخ بدءا من سنة الهجرة، وذلك سنة 17 بعد الهجرة، واتفق على أن تكون بداية السنة الأول من محرم. هناك تقويمين مستخدمين في الوطن العربي، هما التقويم الهجري والتقويم الميلادي. هنتكلم إن شاء الله عن التقويم الهجري. التقويم الهجري يقوم على أساس السنة القمرية، وهو رسمي في السعودية ويستخدم لحساب المناسبات الدينية الإسلامية. التقويم القمري هو تقويم يعبر عن التاريخ حسب شكل القمر، غالبا يبدأ الشهر على قمر جديد. التقويم الهجري والصيني والعبري والهندي كلها تقويم قمرية. تعرف السنة القمرية بأنها المدة التي يحتاجها القمر للدوران 12 دورة حول الأرض، كل دورة تكون شهرا قمريا واحدا. ونظرا لكون الدورة القمرية الواحدة حول الأرض تستغرق 29.53 يوما، أي تحديدا 29 يوم و 12 ساعة و 44 دقيقة و 2.8 ثانية، فإن طول الشهر القمري يكون إما 29 أو 30 يوم. أما ال 12 دورة اللي هي السنة كاملة فهي تستغرق 354 يوما و 36 تقريبا، هذا يعني انها اقصر ب 11 يوم تقريبا، اي 10.875 يوم تحديدا من السنة الشمسية والمعتمدة في التقويم الميلادي. تعتمد السنة القمرية كمقياس زمني على التقويم الهجري والمعتمد في الدين الاسلامي كمقياس زمني لاتخاذ الاحكام الشرعية. والسنة القمرية 12 شهر في الدين الاسلامي، هي محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأول، جماد الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذو الحج. الشهر القمري في الإسلام إما أن يكون 29 أو 30 يوما فقط، أما عند الفلكيين فإنه يكون 28 يوما فقط، وبذلك يكون هناك يومان يدخل فيهما القمر فترة المحاق، وفيها يكون القمر مختفيا تماما. وتختلف التقاويم القمرية حول تحديد اليوم الأول من الشهر. وهناك في بعض التقاويم القمرية مثل التقويم الصيني يكون اليوم الأول من الشهر هو اليوم الذي يظهر فيه المحاق في منطقة زمنية معينة. وفي التقاويم الأخرى مثل التقاويم الهندوسية يبدأ الشهر في اليوم التالي لاكتمال القمر أو المحاق. أما التقاويم الأخرى تعتمد على تحديد بداية الشهر على رؤية الهلال مثل التقويم العبري والتقويم الهجري. السنة القمرية، هنتكلم عن السنة القمرية. أخذت السنة القمرية اسمها من المدة التي أخذها القمر للدوران حول الأرض 12 مرة، وعرفت قراءة كل شهر من خلال أشكال القمر، حيث يبدأ أول ضوء من القمر على شكل هلال وينتهي باختفاء آخر ضوء، و12 مرة لتغطي السنة القمرية الهجرية عند العرب والمسلمين. أسماء الشهور الهجرية بمعانيها بسبب تسميتها بهذا الاسم. الشهر الأول اسمه المحرم، وهو ينطق بالألف واللام. الشهر الأول من السنة القمرية أو التقويم الهجري كان اسمه في الجاهلية مؤتمر أو المؤتمر، في حين كان يطلق اسم المحرم في الجاهلية على شهر رجب. والمحرم سمي بذلك لكونه شهرا محرما، فهو أحد الأشهر الحرم الأربعة، وهي التي لا يستحل فيها المسلمون القتال. الشهر الثاني اسمه صفر. قال بعضهم سمي بذلك لإصفار مكة من أهلها، أي خلوها من أهلها،
إذا سافروا فيه. وقيل سموا الشهر سفرا لأنهم كانوا يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا سفرا من المتاع، أي يسلبونهم متاعه فيصبح لا متاع له. الشهر الثالث اسمه ربيع الأول، وسمي بذلك لأنه صادف موسم الربيع، كان يسمى في الجاهلية خوان أو خوان. الشهر الرابع اسمه ربيع الثاني أو ربيع الآخر، وسمي نسبة للربيع. الشهر الخامس اسمه جماد الأولى، سمي بهذا الاسم لأن المياه كانت تتجمد فيه بسبب الزمهرير أو البرد الشديد. الشهر السادس اسمه جماد الأخرة. الشهور العربية كلها مذكرة إلا جماد الأولى وجماد الأخرة فإنهما مؤنثتان، ويخطئ من يسميه جماد الثاني أو جماد الثانية، فلم يرد عند العرب قبل الإسلام أو بعده إلا جماد الأخرة، وقد سمي الجماديان بهذا الاسم في عهد كلاب، فعهد كلاب بن مرة الجد الخامس للرسول، وذلك نحو عام 412 ميلادية. وتذكر الروايات أن السبب في تسمية هذا الشهر بهذا الاسم أنه اتفق عند تسميته وهو وجماد الأولى أن الماء كان يتجمد فيه من شدة الصر، أي من شدة البرد القارس. ومن العرب من كان يسمي فصل الشتاء كله جمادي، سواء اتفق إن جاء الشتاء فيها أو في غيرها. ويبدو أن المناخ في فصل الشتاء كان شديد البرد في الوقت التي كانت تحل فيه الجماديان، خاصة شمالي الجزيرة العربية، حتى أن الناس كانوا يموتون في زمهرير الشتاء. الشهر السابع واسمه رجب، ويقال رجب الرجل الأسد أي هابه وخاف منه. وهذا الشهر من الأشهر الحرم، ويمثل أهمية بالنسبة للمسلمين لحدوث معجزة الإسراء والمعراج. الشهر الثامن اسمه شعبان. كانت تسمية هذا الشهر كباقي الشهور في عصر ما قبل الإسلام، وسمي هذا الشهر بشعبان لتشعب القبائل العربية وافتراقها للحرب بعد قعودها عنها في شهر رجب حيث كانت محرمة عليهم. الشهر التاسع اسمه رمضان. يعتبر هذا الشهر مميزا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم الذي يعد أحد أركان الإسلام. اسم رمضان لم يكن مقتصرا على الإسلام، فالاسم كان موجودا منذ الجاهلية، فكلمة رمضان جاءت من الأصل رمض وهي شدة الحر. الشهر العاشر اسمه شوال. في أول أيام الشهر يحتفل المسلمين بعيد الفطر الذي يأتي كنهاية لصوم شهر رمضان. سبب التسمية قيل إن الإبل كانت تشول بأذنابها، أي ترفعها وقت التسمية طلبا للإخصاب، وقيل لتشويل ألبان الإبل أي نقصانها وجففها. الشهر الحادي عشر اسمه شهر ذو القعدة، وهو الشهر الذي يسبق الحج. أصل التسمية تقوم على فكرة القعود عن الحرب. الشهر الثاني عشر اسمه ذو الحجة، وهو الشهر الثاني من الأشهر الحرم، وسمي بهذا الاسم نحو عام 412 ميلادية في عهد كلاب بن مرة، وسمي بذلك لأنه يكون فيه الحج. في نهاية الفيديو، لو دي أول مرة بتشوفونا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة أول بأول.